أحد الأساطير السعودية فهد بن هريفي الحسيني، والمعروف باسم فهد الهريفي، لاعب كرة القدم السعودي، يلعب في مركز الهجوم مع نادي النصر وأيضا مع المنتخب السعودي. أما عن إنجازته مع نادي النصر السعودي، فقد توج بالدوري السعودي 3 مرات، وأيضا كأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، وكأس الخليج للأندية 2 مرات. وآسيويا استطاع الهريفي أن يقود النصر لتحقيق كأس السوبر الآسيوي في عام 1998، وكأس الكؤوس الآسيوية في عام 1998، وشارك في كأس العالم للأندية في عام 2000. ومع المنتخب السعودي فكأس آسيا للشباب في الإمارات، وكأس العالم للشباب في موسكو، وكأس العرب في الطائف، وكأس آسيا في قطر عام 1988.